مرضى الفشل الكلوي أمام أيام قاسية قد تنتهي لا قدر الله بتوقف كامل لخدمة الغسيل الكلوي. اليوم نقف أمامكم لننقل للعالم أجمع صرخات الألم التي يعاني منها مرضى الغسيل الكلوي، وهي فصل من فصول الأزمات المتعلقة بنقص الأدوية والمهمات الطبية التي ما زالت تؤرق عناوين الخدمة الصحية وتضيف معاناة مركبة قد لا تمهل مرضى قطاع غزة المزيد من الوقت. Okay, huh?